السلام عليكم ورحمة الله. دول 11 فدان وجهتهم طريق مصر اسكندرية الصحراوي مباشرة، ده المدخل على الصحراوي اهو. الأرض كده واحنا واقفين على يميننا اللي هي زرع دي. دول 11 فدان زارعين طماطم، 11 فدان للبيع. مطلوب في الفدان 600,000 جنيه. حداشر فدان على الطريق الصحراوي مصر اسكندرية مباشرة، واجهتهم 215 متر على الطريق الصحراوي. طبعا ما شاء الله يعني على الزراعة اللي فيها، الأرض طبعا زراعية من الدرجة الأولى، وتنفع طبعا لأصحاب المشاريع اللي عايزين يعملوا أي مشروع على الصحراوي، شغالة يعني ماشية. المطلوب في الأرض في الفدان 600,000 جنيه، الأرض تمليك شهر عقاري، معلهاش أي مستحقات لأي حد زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا ده الطريق الصحراوي، الارض راسية على الطريق الصحراوي مباشرة، واجهتها 215 متر، 11 فدان تمليك شهر عقاري، معلهاش اي مستحقات لاي حد، معلهاش اي مدنيات، الارض خالية من المشاكل وعقدها نهائي. طبعا هي وافية كل حاجة يعني ما شاء الله، يعني جاهزة طبعا، فيها كل الخدمات وكل الامكانيات المتاحة، فيها بير وفيها كهرباء وفيها زي ما حضراتكم شايفين كده بيت سكن اهوت. وشكرا طبعا لحضراتكم على استماعكم وصبركم على عقم الشرح، ولكن على قدنا. شكرا.